السلام عليكم، اليوم معكم شيماء. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو اون بتيت انتروديكسيون على HTML5. بون كنلاحظ بزاف الناس كيبغيو كريو ان سيت انترنيت مي ما كيعرفوش باش يبداو. اول حاجه اللي خصكم تعلمو ليها هو HTML، حيت HTML هو لا باز ديال ديفلوبمون اون جينيرال. بيان سور HTML ما كافيش بوحدو باش تكري ان سيت انترنيت، ضروري خصك تزيد معاه دوطخ لونغاج. بون هادشي كامل تعلمو ليه ان شاء الله بشويه بشويه. غادي ندخلو صوب الموضوع اللي شنو هو HTML. HTML هو واحد لونغاج ديال لي باليز اللي كيمكننا باش نافيشيو اون باج دون زان نافيغاتور. شنو هو دو نافيغاتور؟ الا لاحظتو معايا هنا عندي اون ليست ديال لي نافيغاتور. هاد لي نافيغاتور هما اللي كيقراو ليا لو لونغاج HTML وكيقراو دوطخ لونغاج. كاينه حاجه واحده اخرى اللي بغيت نشير لها في هذا الفيديو ان شاء الله، هو خصنا ضروري ما نتعلمو CSS، خصوصا اخر فيرسون هي CSS3. اتقولوا لي علاش خصنا نتعلموا CSS؟ الا بغيت اون باج بيان اورغانيزي تكون بروبر تكون مزوقه، خصني ضروري ما نتعلم CSS، وخصني ضروري ما ندمج HTML5 مع CSS3. غادي ندير لكم واحد ليكزامبل صغير باش تفهموني علاش كنهضر. هنا عندي لاباج داكوي ديال فيسبوك، كنا كنعرفوا فيسبوك. انا جديت هاد لاباج داكوي وحيت لها CSS. منين حيت لها CSS ولات بحال هكا. الا لاحظتوا معايا حتى لي شون ولاو كانوا في اليمين ولاو في اليسار. اللوغو ديال فيسبوك تحيد، هذيك لاباغ الزرقاء اللي كانت عندي هنايا تحيدات، لاغيير بلون تحيد، بزاف تشونجا ديزاين ديال لاباج، كله ضاع منين حيت ليه CSS. سيادنا كنظن دابا تكونوا فهمتوني علاش كنهضر، علاش قلت لكم كنانسيستي عليكم باش تعلموا CSS3 باش تكون عندي اون باج بيان اورغانيزي. بغيت نقول لكم بلي الفيديو ديال اليوم ان شاء الله سلام، موعدنا ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غيكون بيان ديتايي وغادي يكون في غير البراتيك باش هكا تستافدوا اكثر. نقول لكم شكرا، موعدنا ان شاء الله في الفيديو الجاي.